وللمزيد من المعلومات ينضم معنا مع عمان الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ما هي الغاية من إقرار قانون الجرائم المعلوماتية في بلد مثل العراق؟ تحية لكم ولقناتكم الرائدة في متابعة الشأن العراقي. حقيقة أن هكذا قانون يدلل على عمق السياسة التي تعمل على تضييق مساحة الحرية في التعبير عن الرأي، وكذلك أيضا في عملية جمع المعلومات التي ستخص بالدرجة الأساسية الإعلاميين بكافة تخصصاتهم، وكذلك أيضا المتابعين السياسيين والمتابعين للوضع العراقي أساسا. وهنا تكمن مسألة تضييق الحريات، يأتي في ظرف زمني يعد العراق من العشرة أو الاثنى عشر دولة فاسدة في إدارة الدولة. الفساد واصل مراحل عالية جدا، بحيث حسب مدركات ومؤشرات الشفافية الدولية يقع العراق في تحت طائلة الفساد المرقم ب 169 من أصل 180 دولة، أي ما بعد 10 دول مثل الصومال وجنوب السودان وغيرها. وهذا يدلل على أن تراكم الأزمة في إدارة الدولة بالاتجاه الصحيح يعطي إمكانية عالية للفاسدين أن يشنوا حملة من خلال القوانين التي تصدر، ومنها قانون الجرائم المعلوماتية، كي يعملوا على وضع الإعلام الحر خاصة وتداول المعلومات السليمة والصحيحة، وهو الجوهر الأساسي للشفافية الدولية التي تعتمد عليه في مقاييس الفساد في أي دولة في العالم. فالعراق يقع في هذه العملية بإقرار هذا المشروع. طيب دكتور، يعني إلى وصولنا لدرجات عالية من الفساد. دكتور، هل يبرر تنظيم الفضاء الإلكتروني كبت الحريات وحريات الصحافة في البلاد التي تدعي الحكومة أنها مصانة بالدستور؟ بصراحة السبب الجوهري والأساسي أن شرعية الدولة في الظرف الحالي مهزوزة، رغم أنهم يأتوا عن طريق انتخابات، لكن هذه الانتخابات من حيث الشفافية باطلة ولا تمتلك أي شكل من أشكال النزاهة. ولذلك نلاحظ قمة الفساد الموجود في إدارة الدولة خصوصا في الطبقة السياسية العليا، واضح من خلال أنها تعمل على تفصيل القوانين وفق ما تريد. وبهذه الحالة سينعكس ذلك على أي شكل من أشكال عمليات الإصلاح القادمة في مسألة محاربة الفساد بالدرجة الأساسية، وهذا سيعطي زيادة في عملية تكفيل الحريات وعملية تداول المعلومات. طيب. فلنفترض أن الحكومة الحالية أقرت هذا القانون، برأيكم إلى أي مدى يكون هذا القانون دليل إدانة للتغطية على جرائم الفساد لشركاء العملية السياسية؟ هذا القانون سيكون منفذ لعمليات الاحتجاز والاتهام بنفس الوقت. ستتهم كثيرا من وسائل الإعلام المختلفة خصوصا التابعة للقوى السياسية، وكلنا ندرك نحن مقبلين على انتخابات قادمة، وتعيش الحكومة حالة من الأزمة الواضحة المعالم في حالة الصراع السياسي على السلطة. سيعطي القوى السياسية المتحكمة بتنفيذ هذه القوانين من عمليات الابتزاز والاتهام، وهذا سيؤدي إلى وقوعنا في أزمات جديدة وتعمل على تأخير أي شكل من أشكال عمليات الإصلاح أو محاربة الفساد بالدرجة الأساسية. بالعكس، ستكون نتائجه وخيمة على الحريات
وسينعك ذلك سلبا على نشاط كل وسائل الإعلام والعمل على اتهامها. أي من يرفع صوته ضد الفتاة سيكون مصيره تحت طائلة قانون الجرائم المعلوماتي. طيب، هذا الكبت الحاصل في الفضاء الإلكتروني المترافق مع ضعف خدمة الإنترنت في العراق إلى أين يقود البلاد؟ لا سيما مع الفشل الحكومي والفساد المتفشي، هل العراق مع موعد مع ثورة أخرى؟ في اعتقادي صعب أن نقول أنه نحن مقبلون على عملية ثورة أو تغيير حقيقي واضح، ولكن بالتأكيد تراكم الأزمات يجب أن يعطينا تحول نوعي في السياسة العراقية لإدارة الدولة، ولكن يحتاج إلى حالة من حالات التراكم والقوى الشعبية والتضامن الشعبي والوعي وزيادة الوعي يعطي الإمكانية بنشاط متحرك بدعم للمنظمات الدولية والإنسانية والمنظمات الحرية في العالم. نعم، كنت معنا من الهاتف عبر من عمان عبر الهاتف الدكتور صباح علو الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.